شحال وصلت الطاطا؟ دابا وصلت 100 درهم. الطاطا 100 درهم اليوم، دوك راه ناقصه، راه كانت 7 درهم. إذا متابعين قناة شوف تي في في كل مكان، سعداء بلقياكم في هذا البث المباشر. دائما من قلب السوق الأسبوعي مرس الخير. أنا أعتذر عن انقطاع البث اللي كان الأمر خارج عن الإرادة ديالنا. أنتم كتشوفوا أن تبارك الله الخضار موجودة، كل شيء موجود، خير موجود تبارك الله. غنحاول أننا نتعرفوا على الأسعار ديال هذا الشيء. ممكن تبان معنا صديقي؟ مرحبا، قول لي. إذا هذه الطاطا تبارك الله صلاة على النبي كما كتشوفوا. شحال وصل الطاطا صديقي؟ 100 درهم. إذا هذه الطاطا كتشوفوا فيها يعني الحمراء والبيضاء 100 درهم كما كتشوفوا، الخير راه موجود عكس الأسواق اللي كانت بأن الخضرة كانت في الايام الاخرى كانت تساوي 7 درهم، يعني 7-6 درهم اللي واصله البطاطا. اليوم فهي واصله 5 ديال الدراهم. هانتوما كتشوف اذا هانتوما غتشوفوا جميع كاس هذا. لحد الان عرفنا الثمن ديال البطاطا اللي متفق عليه هو 7 ديال الدراهم، هو 5 ديال الدراهم. المطيشه شحال المطيشه؟ لا لا شريف. اذا المطيشه 4 ديال الدراهم، مطيشه ديال يعني ديال الطياب تبارك الله مليحه. مطيشه 4 دراهم، المطيشه 4 دراهم، بطاطا 5 دراهم. احنا غنعرفوا نتعرفوا على الاشمينه دابا من عند مول التفريشه. تبارك الله راه الخير موجود. السلام عليكم الشريف، مرحبا بك في شوف تي في. اقول لينا الخير موجود تبارك الله. الخير موجود الصراحه. خاص غير الفلوس، خاص الفلوس اللي قرينا شويه. واخا قول لينا الاشمينه اللي عندك اليوم. 185 مطيشه 80 الفوته 100. السلعة موجودة كلشي كاين. يعني 100 ريال أغلى ما كاين، كاين ب 100. 100 أغلى ما كاين ب 100 ريال، بين 80 وتحت. إذا التساقطات المطرية اللي كانت كاين عليها تأثير إيجابي. الله يرحمنا. الله يرحمنا. الله يرحمنا والله يرفع علينا الوباء. إذا أنتم كتشوفون كاين غير 60 80 100. مطيشة 80. أج البانة شحال دايرة؟ 42. أج البانة باقا طالعة شوية، 42. إذا البطاطا كلشي موجود، خير موجود. الله يبارك. إذا أنتم كتشوفوا لا جد البانة عمرها نزلات. إذا الحامض صافي سير، شكرا على الله سبقني جاي أنا موراك. أجي من هنا، أجي من هنا، أجي من هنا. إذا نسمع شو، فالخضرة كاملة أغلى ما فيها 100 ريال إلا جد البانة اللي دايرة 240. يعني البصلة 60 مطيشة 80 البطاطا 100 خيز 80، يعني ما كاينش شي حاجة. هادشي اللي كنقول لكم دابا راه الأسبوع اللي فات ولا الأسابيع اللي قبل كانت واصلة. الناس اللي خرجوا تقداو الصباح كل ربع المملكة قولوا لنا الأشمينة اللي عندكم ولا اللي واصلة عندكم. إذا أنتم كتشوفوا الخير موجود. في كيلو
اذا انتم تبارك الله الخير موجود. سادة ولا هذاك؟ ضروري حاجه ديرتنا عامل اليوم دير شويه اليوم السير هاك 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 جانا التمرشا هو موجود البعويد اي كاينه كاين واحد التنوع البنانة هنا كل شيء وكل شيء وكل شيء الرئيس الخير الخير موجود بلاتي بلاتي اوي خاص صوتي تسمع مرحبا سي قول لي بطاطا في المليح 4 دراهم ديال اكادير الفلفله الباذنجان الخيار 100 درهم الحامض 100 كورجيط 100 الشيفرون البسباس لي شو 100 درهم اللفت 100 خيزو 100 البطاطا راه هي في المليح 4 دراهم كما وعدنا الناس بان الخضره غادا توجد الا وغادا ترخص الموسم ديالها كلشي غيطيح ومازال غتزيد طيع عاوتاني الخضره دابا المواطن ياكل اسيدي السلاطه السلاطه تخم عليك ب 100 كلشي الدواز ب 100 المرقه ب 100 البطاطا المليح ديال السلعه الجديده ب 4 دراهم الله يبارك الله يبارك هذا المتابعين شوف تي في كما كتشوفوا الاثمنه راه في المتناول نجد البانه هي اغلى ما كاين 240 المطيشه 80 الدنجال 80 فلفله الخيار الحامض وبالنسبه لهاد الاثمنه هادي راه كاينه غير في الاسواق الاسبوعيه بالنسبه لخارج الاسواق الاسبوعيه ديما الطريفه راه كتكون زايده واحد درهم ولا جوج دراهم ديما زيدي درهم يعني هي داك الصنك ديال المارشي ديال المارشيات وداكشي حتى حنا كنخلصوا الصنك ولكن عندنا الجوده وكنقتصدوا في الاثمنه باش المواطن ياكل كنلعبوا على الكونتي ديال الطوناج باش يخرج الطوناج باش الناس تاكل مليح الثمن وفوق شكون مرحبا لالا الحاج تهضري معنا انت شويه صافي 3 كيلو انا اللي كيبغيو هذا انا انتم كتشوفوا المليح 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 ديال الخضره
مليح موجود. متابعين شوف تي في كتواجد الان بسوق اسبوعي مرس الخير تابع لشورى بعمالات خيرات تمارة. بك انا ساتي موجود اخو يا قاي واخا ورا البانيو ورا البانيو يمين. واش هاد التساقطات المطريه اللي كانت مؤخرا هي اللي خلات السبب ديال الاسعار ينخفض شويه؟ فعلا تما المواطن المسكين كان متخوف كان الطاطا في السدره. ما نقول جميع المواطنين ما تمشيوش للحانوت راه تيبيعوا لكم الثمن غالي بزاف. جيو السوق الطاطا هي 80 كيزو 80 ماطيشة 80 اذا غياخذ هنا 80 غيخرج برا ياخذ 140. فعلا الحانوت تيقول لك 140 انا مخلص الكراوه هذه. علاش دابا السوق الخضره ولات موجوده اللهم لك الحمد. اكادير كاين ماتش ديال اكادير كاين الحفله ديال اكادير كاين الدجاج ديال اكادير. الجلبانه حتى هي رخيصه كلشي رخيص. جميع المواطنين بعماله صغيره تمارا جيو للسوق مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا صافي اسي موجود اخو اسي موجود الله يحفظك. شكرا شكرا. اذا انت ما كتشوفوا متابعين قناه شوف تي في الاسعار بالسوق الاسبوعي السبت كل شيء موجود خير موجود اللهم بارك الحمد لله. الله يرفعني هذا الوباء ويكثر من امطارنا وامطار الخير ان شاء الله اللي تكون تنزل بردا وسلاما على بلدنا الحبيب. على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث والمناسبات نستودعكم الله الذي لا شر ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.